السلام عليكم. بالنسبه للناس اللي عندهم دوكر فام دوكر اس اش بحال هادي وعندهم فيها التفرفير اللي كيسمع فيها التفرفير في السينان بحال ما هكا اللي عنده التفرفير بحال ما هكا في السينان، المهم كيف ما كتشوفون معايا المشكل ديال هاد التقرقيب او التفرفير هو البيستون والسيلان بيناتهم الفراغ كيف ما كيبان لكم. هذا الفراغ هذا كيؤدي لتقرقيب او تفرفير وكيؤدي لمشاكل اخرى، منها مشكل ديال فشل في الطلعه، كيكون الموتور فاشل وانت مردف عليه في الطلعه، وكيكون فشل اخر في السرعه، يعني الموتور ما كيمشيش كما ينبغي. الحل ديالو هو تاخذ بيستون اللي غادي يكون مزير مع السيلان او لا تاخذ سيلان جديد، لان الدوكر فام دوكر ديابلو السيلانات اللي جاوا معها ناقصين بزاف، وكنتمنى التوفيق.